بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم الطلاب وطالبات المستوى العاشر. أعرفكم بنفسي، أستاذ دكتور سامي عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها. إن شاء الله القسم هيقوم تدريس مقرر عنطة لأمراض الأطفال وجراحتها، بالإضافة للإشراف على مقررين نظريات أمراض أطفال وجراحة أطفال. يقوم التدريس في القسم بمشاركة معي دكتورة مريان مجدي ودكتورة رضوى سعيد، بالإضافة إلى تدريس السكاشن العملية والتطبيقية يقوم بها كل من دكتور كريم السحارتي والدكتورة رنا نبيل والدكتور إبراهيم سالم. وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وأراكم على خير، وكل عام وأنتم بخير. شكراً. دكتور كريم سامي، مدرس مساعد قسم الاطفال. النهارده هنشرح سيكشن اسمه الداون سندروم. في البدايه احنا عايزين نعمل مانجمنت للطفل اللي عنده داون سندروم دوت. مفيش طفل داون، مش كل طفل داون بيبقى محتاج تدخل فيزيوثيرابي، بمعنى مش كل طفل انا بيبقى جاي لي داون يبقى انا محتاج ان انا لازم يبقى يعمل سيشنز فيزيوثيرابي، لكن ممكن يبقى الطفل دوت لو احتاج التدخل ده يبقى لازم يبقى فيه كومباينيشن بتوين السنسري موتور انتجريشن. يبقى البروجرام بتاعي ده فيه سنسري موتور انتجريشن، فيه موتور بيرسبشوال، فيه نيورو ديفلوبمنتال بروجرام، مع ان انا بزود معاه ايه الكونديشنال بروجرام والسترينث التراديشنال سترينث بتاعي العادي. لازم الفيزيو ثيرابيست يبدا يشتغل مع البيرنتس اللي الطفل الداون دول، ان هو يعمل لهم انهانس، ان هو ازاي يتعاملوا مع الطفل دوت وكيفيه التعامل معاه، وان هو يشجعهم على السيلف مانجمنت اللي بيحصل في الهوم. لكن في بعض الاطفال الداون بيحتاجوا تدخل مننا في الفيزيو ثيرابي، فالتدخل دوت لازم الطفل اللي عندي دوت لازم الفيزيو ثيرابي ياخد باله من بعض الايشوز، ان هو لازم يشتغل مع الطفل ده على حسب الفيزيكال ابيليتي بتاعته والانتلكشوال ابيليتيز بتاعته. بس في بعض الايشوز لازم ياخد باله منها جدا، زي الايشو اوف بالانس او الديفلوبمنتال ديلي بتاعه او الديكريز اوف سترينث او ايشو اوف سنسيشن او الفيزيكال اكتيفيتي او الايه المينتال والكوجنيتيف ابيليتي بتاعه التشايلد ده. طيب دلوقتي في الطفل الداون ده انا لازم اخد بالي من بعض الحاجات مهمه جدا جدا جدا، زي اول حاجه ان انا ما ينفعش احط الهيد بتاعه الطفل الداون ده في انفيرتد بوزيشن، لان ده يعمل لي بروبلم في الهارت بتاعي. طيب تاني حاجه ان انا في حاجات زي السادن كويك موفمنت زي الباراشوت او الابروكسيميشن اللي بيحصل ابروكسيميشن للهيد، لا انا بمنعه في الطفل الداون. ليه؟ عشان هو عنده انستابيلتي في الاتلانتو اكسل جوينت. طيب خلصنا البرنسبلز الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاول، هنبدا نخش على المانجمنت بتاعي ده او الاسسمنت بتاعي للتشايلد ده. الاسسمنت بتاعي فيه ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه فيها الهيستوري، تاني حاجه البيرنتس كونسرن بتوع التشايلد والجولز بتوعهم، ثالث حاجه الايه الفيزيكال اكزامينيشن. الهيستوري بتاعي انا ببدا اخد الهيستوري بتاع التشايلد دوت، الهيستوري البيرث بتاعه كان عامل ازاي، الديفلوبمنت ستيج بتاعته كانت عامل ازاي، قعد امتى، اتقلب عمل رولينج امتى، عمل كرولينج امتى، عمل كريبنج امتى، عمل ستاند امتى. الحاجات دي مهمه جدا ولازم ابقى كاتب الحاجات دي كويس جدا زي ما احنا خدناها قبل كده في الشيت. ابدا اعرف من البيرنتس ايه الجولز اللي هم شايفينها فيه، وابدا اعرف هم شايفين طفلهم عامل ازاي. عندي الفيزيكال اكزامينيشن بتاعي في حاجه اسمها انفورمال ايفالويشن وفي حاجه اسمها فورمال ايفالويشن زي ما احنا خدنا في الشيت. الانفورمال ايفالويشن انا بعمل اوبزرفيشن للتشايلد بتاعي دوت، انا ببص عليه في الاكتيفيتي بتاعي رايح جاي وضعه عامل ازاي. طيب الفورمال ايفالويشن زي ما خدنا في الشيت، عندي ماسل تون، عندي الموتور ديفلوبمنت، عندي السترينث اسسمنت، عندي التست اوف لاكستي لاجمنتس لاكستي، ده مهم جدا 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 دوت، عامل اللي هو من الصمب للفور ار. انا بعمل ايه؟ ببدا اجيب الصمب بتاعي وابدا ان انا احركه لحد ما يوصل لحد الفور ار. لو قدر لو وصل ده يبقى انا عندي لاكستي في الليجمنت لاكستي في للطفل الداون ده، وده اغلب الاطفال ده هتلاقي الوضع ده عندهم يعني. وبعد كده عندي ان انا بعمل اسسمنت للبوتشر رياكشن اللي هي رايتنج والاكريبريم والبروتكتيف، وبعمل اسسمنت للريسبيراتوري فانكشن بتاعي، وبعمل اسسمنت للبوتشر بتاعي يمكن الطفل ده او ان هو يحتاج اورثوزس. طيب انا كده خلصت البرنسبلز بتاعتي وخلصت الاسسمنت بتاعي، هبدا اخش على التريتمنت. زي ما احنا قلنا النقط هنمشي عليها واحده واحده كده. الماسل تون هبدا اعالج الطفل الداون ده،
هو سنترال هايبوتوني. فيعني ايه سنترال هايبوتوني؟ ان هو الطفل ده هايبوتونيك تشايلد. يبقى هبدا اعالجه ازاي؟ عندي هشتغل مع اكس ريسبتورز او البروبريسبتورز. طيب ازاي هبدا ان انا اشتغل اكس ريسبتورز؟ ان انا بعمل مثلا حاجه زي السكويزنج، او ان انا بعمل ريبيتيتيف تاتش، او ان انا بعمل كويك ايس، او ان انا بعمل سكراتش. طيب انا عايز عضله زي البايسبس هنا، عايز اعمل لها استيميليشن بالاكس ريسبتورز. ازاي؟ يا بعمل سكويز، يا بعمل تابنج، يا بعمل كويك ايس وبعمل الحركه، بعمل وبعمل الحركه. فده انا كده بعمل استيميليشن. طيب البروسيبتورز بتوعي انا بشتغل ازاي؟ ببدا بعمل زي الابروكسيميشن. الطفل ده هايبوتوني، فانا الطفل الهايبوتوني ده لازم اشتغل معاه حاجه اسمها زي الابروكسيميشن. الابروكسيميشن بعمل ايه؟ فاست اند جيرك. ازاي؟ بمسك الطفل كده بنفس الشكل كده، سواء بعمل على القلبه مثلا بيبقى القلبه فليكسد، وابدا اعمل ايه؟ بثبته وابدا اعمل فاست اند جيرك، فاست اند جيرك، فاست اند جيرك موفمنت. او ان انا اعمل للطفل ده ويت بيرنج. ويت بيرنج ان انا بميل الطفل بتاعي وابدا اعمل له ويت بيرنج مثلا على الهاند، او انيمه في الكوادر بيت بوزيشن، يبقى انا عامل كده ويت بيرنج على الفور لينز. طيب ده كلام، او ان انا بعمل له تابنج على التندون. طيب ده كلام كويس جدا. ببدا اعالج بعد كده الهايبر اكستنسبيليتي اللي موجوده في الجوينت. الهايبر اكستنسبيليتي اللي موجوده في الجوينت دي مهم جدا ان انا اتعامل، اعرف اتعامل مع الطفل الداون فيها، لانها من المشكله اللي هتقابلني كبيره جدا. طيب عندي حاجتين بعمل فيها، يا بعمل بريفنشن للاوفر ستريس اللي موجود على الجوينت، يا الا بزود الجوينت استابيليتي. طب ازاي الكلام دوت بريفنت الاوفر ستريس ده؟ ببساطه شديده ان انا الطفل دوت ممكن يبقى داخل في حاجه اسمها هايبر اكستنشن في الني نتيجة الليجمنت ستيكست اللي موجوده. فببدا ان انا اعمل للطفل دوت، يا بحط سبلنت يمنع لي الاوفر ستريس ده، يا الا بالمانيوال استابيليتي بتاعتي بقى اتحكم في التشايلد بتاعي بالشكل ده. ان انا مثلا سي ان انا بعمل ستوب اند ريكفري. ستوب اند ريكفري للطفل العادي انا بعمله بمسك من عند النيه يبدا ينزل ويطلع تاني في الظهر. لا، انا في الطفل ده انا قلنا ان احنا عندنا ممكن يبقى عنده هايبر لاكسي، فممكن يبقى عنده هايبر ني اكستنشن، فلازم الصنب بتاعي اهو لازم يبقى عند النية عامل ان بلوك. لازم الصنب يبقى عند النية عامل ان بلوك، يبقى سواء وهو بيوطي او سواء هو بيطلع انا الصنب بتاعي ما اتشالش. طيب ده حاجه. الحاجه الثانيه، احنا قلنا ان انا عندي اتلانتو اكسل انستابيليتي، يبقى لازم ما ينفعش عندي اعمل الباراشوت السادن موفمنت ديت عشان ممكن يحصل لي اتلانتو اكسل انستابيليتي. طيب ايه تاني؟ ان انا للطفل ده لسه قايلين هو هايبوتونيك وعنده لاكسي في الليجامنت، ما ينفعش ان انا اشد وهو بيقوم يقعد اعمل له بول تو سيت فروم ايه ديستال بارت. لا، لازم امسكه من البروكسيمال، لازم امسك البروكسيمال عشان ما يحصلش اي ديسلوكيشن. طيب دي اول نقطه اللي هو بريفنت الاوفر ستريس. طيب ايه تاني؟ بزود الجوينت ستابيليتي بتاعتي. يعني ايه؟ بزود المصل سترينث، ببدا استعمل سترينث للمصل اللي حوالين الجوينت ده، وان انا بستخدم سبلنت يزود لي الاستابيليتي بتاعت الجوينت. طيب بعد كده دخلت، بعد كده انا خلصت المصل تون، خلصت الهايبر اكستنسبيليتي بتاعت الجوينت، هخش على الموتور ديلي او الديفلوبمنتال ديلي. انا هبدا اشتغل زي ما احنا خدنا في الفاسيليتيشن في المايلستون، هبدا الطفل ده شفته هو في انهي ديفلوبمنتال ستيج، وهبدا من عندها ثم اطلع لفوق. بيبدا ازاي؟ ان انا هعمل فاسيليتيشن للرولينج، للسيتنج، للستاندنج، للكرولينج، للكريبنج، للووكينج. عندي برنامج للتريد ميل. التريد ميل دي مهمه جدا جدا في الطفل الداون، لان بيزودوا الفيتنس بتاعه، وكمان في يعني حاجات كتير قالت ان هو بيساعد في المشي في الطفل. يعني لو الطفل بيعمل التريد ميل والطفل ما بيعملش، الطفل اللي بيعمل ده بيحصل له ووكينج من شهرين لثلاثه قبل الطفل اللي ايه اللي ما حصلوش اللي ما حصلش تدخل التريد ميل معاه. بعد كده هنبدا نعالج التراكشر والديفورمتي اللي ممكن تبقى حاصله. لازم الطفل الداون اعلم البيرنتس بتوعه ان هو لازم يبقى قاعد في بروبر بوزيشن، ما يبقاش فيه اسيمتري، وان الني والهيب بتاعه يبقوا موجودين في رايت انجل عشان اساعد في السوالنج. كمان لازم استخدم ادابتيف ديفايس عشان اساعد الطفل دوت في الووكينج وما يحصلوش اي مشاكل زي السويدش ني كيج. الطفل الداون ده ممكن يبقى جاي لي عنده هو في الووكينج بتاعه، في مرحله الووكينج يبقى عنده فلات فوت او بيز بلينس، فده ممكن نستخدم معاه ارثوزز زي السوبرامير ارثوزز او اليو سي بي ال.
تمام. طيب عندي بعد كده الكوجنيتيف ديلي. الكوجنيتيف ديلي ده بالنسبه لي انا مش انا ما بدخلش فيه قوي. اللي بيدخل فيه بعمل حاجه اسمها بيهيفير بروجرام، والطفل ده بيشتغل مع كوجنيتيف مع ناس سبيشاليست في الموضوع ده. طيب عندي ريسبيراتوري بروبلم، اعالجها ازاي؟ اف يعني اف لو الشد ده ريكوايرد، ممكن ما يبقاش محتاج خالص الحاجات دي خالص، فبنعمل دي بريسنج اكسرسايز شيست اكسبنشن، بنعمل بوتشر درينج. دي نهايه السكشن بتاعنا النهارده، واتمنى يعني ان شاء الله يكون مفهوم باذن الله.